أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله تعالى له ولأمته الدين. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليه في عرفة قبل موته بمدة يسيرة قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحرام. فما ترك الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا شك أن الفرق والجماعات وتعدد الأحزاب في البلد المسلم الواحد هو مما يحرص عليه الشيطان أولا، ويحرص عليه أعداء الإسلام ثانيا. ولا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، أن التحزبات والتكتلات والجماعات المختلفة الأفكار أولا ومختلفة الأساليب ثانيا ليس من الإسلام في شيء، بل نهى عنه ربنا عز وجل، كما يفهم من إشارة قوله سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وليس في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبيح الجماعات والأحزاب والتنظيمات، بل إن في الكتاب والسنة ذم ذلك. قال الله سبحانه: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما الانقسام الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
آمركم بخمس: آمركم بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه، ومن دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: نعم، وإن صام وصلى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. فديننا دين الألفة والاجتماع، فالتفرق ليس من الدين، فتعدد الجماعات والأحزاب ليس من الدين، لأن الدين يأمرنا أن نكون جماعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فالتفرق وتعدد الجماعات والأحزاب ونحوها إنما هو من كيد الشياطين، شياطين الجن والإنس، كيدهم لهذه الأمة. وما زال الكفار والمنافقون من قديم الزمان يدسون الدسائس لتفريق الأمة. فإن اليهود قالوا كما حكاه الله عنهم سبحانه: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني لعل المسلمين يرجعون عن دينهم إذا رأوكم رجعتم عنه. وقال المنافقون أيضا كما حكاه الله عنهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. وعلماء الإسلام وعلماء السنة في السابق واللاحق لا يجيزون هذا التفرق ولا هذا التحزب ولا هذه الجماعات المختلفة ولا هذه التنظيمات في أهدافها وغاياتها، فإن الإسلام قد حرم ذلك، حرمه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمر. فإنه سبحانه يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث متفق عليه. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وهذا وعيد شديد على من خرج على الإمام ولم ينقد له، وأنه يجب عليه بيعة الإمام والسمع والطاعة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم في صحيحه. ففي الحديث وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في كل الأحوال، ولو اختصوا بالمال دون مستحقي فإن الله سائلهم عن ذلك، وأن على الناس أن يسألوا الله مالهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
في حديث طويل قال في آخره صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم في صحيحه. ففي الحديث وجوب طاعة الإمام وقتال من خرج عليه. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. حديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. ففي الحديث وعيد شديد لمن استخف بشأن السلطان ولم يسمع له ولم يطع أمره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وولاة أمرنا وعلماءنا قائمين بأمر الله تعالى صالحين مصلحين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع عن بلادنا وبلاد المسلمين كل شر يراد بنا، فإن الله سميع قريب مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.